وفي واحد على الجبل فوق اهو، في واحد بخليك معايا، في واحد على الجبل فوق اهو بيسود لك. عارفة اول اسم منه ايه؟ الليمبي. اسود عليكي اهو، الليمبي هناك اهو واقف على الجبل وماسك في ايده كيس البن. تشربي اسبريسو؟ ماشي. تشربي؟ ماشي يا حبيبتي، اديني اسبريسو يا ليمبي. كده انا بقيت منهم. يا رب نفسي القط الكاميرا. فين؟ فين المخرج بقى؟ المخرج فين؟ فين المخرج بقى؟ عايز اقول بقى؟ فين بقى؟ بقيت في وسط ال حلو قوي. الرحمة الرحمة الرحمة. السيف البطار، السيف المسنون، والسيف المسموم. ده الساحر بقى. يا رجال يا رجال. السلام عليكم. انت صباحا يا فتى. معلش انا عارف ان انت بتصور، بس حقطع الوهله اللي هي بتجيلك دي. عايز اسال، فين مهروس؟ مهروس اين مهروس؟ تقصد هريس ابن ابي المهروس؟ ايوه. اين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال انه ذاهب لسوق الجواري. واين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ ايوه. تقصد سوق الجواري؟ ايوه. اين نقع بقى؟ تريدني ان ادلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم. ده بص، مفيش اكتر من الدرينين. احسن تقول ان احنا ده اللمبه ابو الجدعانه يا عمنا. بس انت لو طردتنا على المخرج هتبقى جدعانه قوي. مخرج؟ ايوه. خد امسك اهو. والله اتنين دول، اتنين نصين درهم. ايوه درهم. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل ان سوق الجواري. ايوه. خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف، ولن ادعك تمر من امامي قبل ان تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك، ده انت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين اين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى، اللهم نهارش بقى. بماذا بكم ما هذا؟ انه سيف مسموم. ايوه. وما هذا؟ انه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويلة حربة. ايوه. لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندكش كذلك؟ كذلك؟ كذلك بتاعت التشفية كده؟ أو حتى قرن كده؟ أنا بعز القرن أوي. لكنتك غريبة يا فتى. بكم هذه السنجة؟ إنه سيف. أيوه بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوه. بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما في كل حتة بيبقى بسبعة درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي أنت عايزه بقى. كذلك وسفوريا من اللي هي الصغيرة دي، عارفها سفوريا؟ وحاجات للغاز كده بيدوها كده. لازم انت تهود عشان قدر تجر رجل زبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللات والعزى يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ. أمين هو لك. امزاش يا عم الحاج. ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد. ولم تعطيني دينار. أنا الليمبي صيع. أنا الليمبي صيع. ندي كده اثنين خمسة كده يبقى سبعة تنانير. السلام عليكم. أعمت مساء يا أيها الليمبي. يا ابن الجنية، ده انت بص هيساعدوك في الدور الجاي، هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر. بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجة. السيوف، السيف البطار. السيف البطار. يا فين الكاميرات دي؟ هلا الكاميرات فين؟ امسك في الحته دي ولا انا اخد انا الزاويه؟ اهلا. احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي،
ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسألوا عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبة. ايه كليبة دي؟ مفرق كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. انت ايه ده؟ انت بص ده انت عايشة الشخصية مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنة رايحة جاية، والعبيد عمالين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها عباس العقاد ده شغل العظيم التقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوة؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكاية في الداخل. في الداخل؟ تعال تعال. انت ليه حافظة الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. تسمع بس الحكايات هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحة بقى أنت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده المهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رأيك؟ هذه خيمتي. أيوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلولي. هو ده. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن. لا تقلق بمبلغ زهيد. زاد فن. إنها للرجال الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش فهي ليه مكررة في السيرانيور كتير يعني. يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو نبي قريش المفتاح يبقى المفتاح والباب اللي هو الرصاص يبقى ده بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. بالنبي قريش يا نهار اسود. وليل كموش البحر ارخى سدوله. يا عم اقعد لنا بقى في حته بقى، هتقعد ارخى بالورو. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه. ايوه. واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل، الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى. بصبح وما الاصباح الا بامثلي. بخن شاعر جميل. بخن جميل. هنا. ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعتق. هنا يا شيء. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ولدك، يعني
هو احنا هنا فين يعني؟ اصلا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا بدل من قبيله قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي، نحن من ساده قريش. طب لحظه واحده كده،